السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، حياك الله. تفضل دكتور بدر. يعطيكم العافية، معلش كان المايك مقفل من عندي فبس فتحناه. يعطيكم العافية جميع استاذتنا وسعادة الحضور الكرام. طبعا المقدمة تشكرون عليها، ويعني كلنا نعلم أهمية برنامج الآيكا كعمود فقري لإدارة مكافحة
تسوي واحنا ما عندنا جائحة على المستوى الوطني تم الإعلان عنها من وقاية إن والله عندنا ماربرغ. فإذا ما كان في عندنا بانديميك على المستوى العالمي أو إبيديميك على المستوى الوطني ما نطالب المستشفى تسوي سياسة. أنا معك أنت تبغى تقوي استعدادية المستشفى لتصدي للجوائح والكوارث، لكن كل برنامج مكافحة العدوى يمنع ويصد الجوائح والكوارث الوطنية. يعني إحنا هي متكاملة من بداية من برنامج مكافحة العدوى إلين كل الكومبوننتس الداخلة فيه، من occupational health، من RBB، من risk assessment، من action plan، من education and training، كل هذه preparedness. لكن في نفس الإليمنت هذا تكلم عنه دكتور، هذا فيه NA علشان إحنا ما نتكلم فيه إلا وقت الجائحة. ليه تم وضع هذا الإليمنت؟ لأنه سابقا كان في شيء اسمه COVID-19، فاقترحوا زملاء عندنا في الإدارة العامة إنه والله COVID-19 الحمد لله WHO قالت خلاص انتهت الجائحة، بغض النظر هو الفيروس موجود، فقالوا خلاص نشيله ونخليه عام لا سمح الله، وقت لما يصير في جائحة يكون الإلمنت هذا يتم تفعيله، ونقول للآيكا أوترزيلا انزلوا وقيموهم وما يقبل، ونشيل إحنا من البلاتفورم الـ NA راح تكون مانداتوري، لكن إحنا حاطين NA حالياً لأنه مو موجود. الشيء الثاني إن شاء الله المفروض أنا ما أقوله بالسر، إن شاء الله راح يطلع قريباً من الإدارة العامة مشروع خاص بتجهيز المنشآت الصحية لـ Preparedness and Readiness بإذن الله. دكتور بدر المايك عندك. شكرا استاذ احلام يعطيك العافيه. فعلا هو لما نزور المنشات الصحيه ما يكون في حاجه مخصصه يعني للامرجنسي بريبيردنس، لكن يكون عندهم خطه مثلا زي اللي هو زي الريسبيرتوري بروتكشن بروجرام وكذا، فبالتالي وجود استعداد بشكل عام للحالات الطارئه والمتابعه من قبل المختصين في المنشات الصحيه يعطي انطباع انه هناك جاهزيه يعني للمنشا. زملائنا في أي سؤال؟ زملائنا في أي سؤال؟ ترى هذه فرصتكم عشان نبدأ نسأل زملائنا في الأحساء أي سؤال في خاطركم، تفضلوا. دكتور بدر حاب تضيف أي شيء قبل نختم؟ والله حاب أشكركم على الفرصة هذه، مشاركة تجربتنا معكم مع جميع الزملاء، وهدف الأسمى من مثل هذه اللقاءات اللي هو الوصول إلى أعلى درجات تطبيق المعايير الخاصة ببرنامج الآيكا، واللي زي ما ذكرت في البداية هو العمود الفقري لمكافحة العدوى، واللي من خلاله صراحة يعني يكون في تواصل قوي جدا بين الجي اي بي سي وبين إدارة العدوى والمديريات وأيضا في الكلستر والمنشآت الصحية، وأيضا يعني يضع أو يسلط الضوء على كل ما هو معني بمكافحة العدوى من برامج تدريبية، من احتياجات داخل المنشأة الصحية خاصة بمكافحة العدوى، وأيضا صراحة يكون في نقل لملاحظات أو اقتراحات أو آراء اللي احنا نسميهم الاند يوزر داخل المنشآت الصحية، وبالتالي احنا نستفيد برضو باتجاه عكسي، فتكون الفائدة والمعلومة متبادلة بشكل
علمي، وأيضا يعني الواحد من خلالها يجد نفسه يعني منخرط في مجال مكافحة العدوى في المنشآت الصحية. وأشكركم مرة ثانية ويعطيكم العافية، ما قصرتم. طيب الله يعطيكم العافية جميعا، شاكرين لكم جميعا، شاكرين زملائنا في منطقة الأحساء على العرض الرائع والتقديم الرائع، شاكرين لكم زملائنا حضوركم. مثل ما ذكرنا سابقا بأنه هذا الاجتماع الدوري هو اجتماع لعرض إنجازات والتحديات اللي تم حلها من قبل المناطق، ولله الحمد اليوم بإذن الله ألقوا معنا زملائنا الأحساء، مستقبلا بإذن الله حيتم من قبل منطقة أخرى سوف يتم اللي هو تحديدها بإذن الله لاحقا. شاكرين ومقدرين لكم، حبينا ننوه بس فضلا وليس أمرا، مستقبلا اللي هو الحرص على اللي هو زملائنا المقيمين المعتمدين لديكم في المناطق لحضور هذا الاجتماعات من أجل أنه يأخذوا الفائدة بالأكثر. نحن نعرف الدسكشن والمناقشات هذه من ممكن أنه تفتح عيوننا على أمور أو استفسارات أكثر نجد لها إجابات. شاكر ومقدر لكم جميعا، هنا راح نعلن بأنه انتهى الاجتماع. الله يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لكم، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.